أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في الأسبوع السادس من دروس اللغة العربية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب ستتعرف على مفهوم فن القصة، تنظم أفكارك حول فن القصة، قراءة قصيدة قراءة سليمة، وأن تفسر معاني ومفردات جديدة. القصة عزيزي الطالب هو فن أدبي عالمي قديم، وقد وجد عند معظم الشعوب والأمم قبل الإسلام، وخصوصا عند حضارات الروم والفرس، كان كما احتوى القرآن الكريم على العديد من قصص الأمم السابقة، بل أنه خاطب العرب بطريقة قصصية ملائمة لميولهم وطبائعهم المعتمدة على حب استماعهم للقصص والأخبار التاريخية والحكايات المختلفة في مجالس السمر والسهر. وتتميز القصص العربية قبل الإسلام بواقعيتها وخلوها من الخيال والمبالغة في السرد، باستثناء قصص الأساطير. ومن مظاهر اهتمام العرب بالقصة حرصهم على جمع ورواية أخبارهم التاريخية وحكاياتهم المتعلقة بحروبهم. القصة عزيزي الطالب في اللغة هي عبارة عن حكاية مكتوبة مستمدة من الواقع أو الخيال أو من الاثنين معا، وتكون مبنية على أسس معينة من الفن الأدبي وجمعها قصص. والقصة بمفهومها المعاصر هي تسجيل لما يحدث في فترة معينة من الفترات، سواء كانت أحداثا كثيرة أم حدثا واحدا، وتكون هذه الأحداث قد تركت أثرا في نفس الكاتب، الأمر الذي دفعه إلى كتابتها. وقد تكون هذه الأحداث واقعة خلال فترة طويلة فتشكل ما يسمى بالرواية، أو فترة زمنية متوسطة فتشكل ما يسمى بالقصة، أو تكون الفترة قصيرة فتشكل ما يسمى القصة القصيرة. وتحتوي القصة على حوادث نقلها الكاتب من الحياة الواقعية بشكل فني وأدبي، وطريقة تميزه عن غيره من الكتاب الآخرين. والجدير بالذكر أن بعض الأحداث المذكورة في بعض القصص تكون مختلفة ومن نسج الخيال، مع عدم خلوها من دلالات تمس الواقع بشيء ما، كأن يخترع الكاتب أحداثاً وشخصيات ليرسم صورة مستقبلية لأمور واقعية لا يمتلكها الأفراد. أما براعة الكاتب فتكمن في عرض الأحداث وتنسيقها لتقديم قصة تتسلسل أحداثها بطريقة تجذب القارئ لها، ولتتماشى الأحداث والشخصيات مع الغاية التي يرجوها الكاتب من تأليف لتلك الرواية أو القصة. وتصف القصة مرحلة معينة من مراحل الحياة تبدأ بنقطة معينة وتنتهي عندها نقطة أخرى، وبشكل تفصيلي سواء كان هذه المرحلة متعلقة بشخص واحد أو عدة أشخاص. أمامك عزيز الطالب بشكل يوضح عناصر القصة القصيرة، وهي الحل، الحدث، الزمان، المكان، الشخوص، والعقدة، والحبكة. بعد ذلك عزيز الطالب ننتقل إلى درس قصيدة في معان، وهذه القصيدة للشاعر عبد المنعم الرفاعي، وهو سياسي وشاعر أردني درس الأدب العربي في الجامعة الأمريكية ببيروت. التحق بسلك الدبلوماسي الأردني موظفا في ديوان أمير شرقي الأردن عبد الله الأول ابن الحسين. تدرج عبد المنعم في المناصب السياسية من سفير إلى وزير خارجية، حتى تولى رئاسة الوزراء. له ديوان شعري عنوانه المسافر، وهو من نظم نشيد السلام الملكي. للقراءة عزيز الطالب فوائد عظيمة، حيث تهذب الفرد بما يقرأه من علوم وأداب، وتريحه من الأجهاد والإرهاق، ولا سيما إذا ما قرأ كتب الأدب والروايات. وتنتمي مهاراته الكتابية وقدراته على التفكير التحليلي من خلال تحليله للمعلومات وربطها معا، كما أنها تنفي الذاكرة تنمي عفوا الذاكرة وتنشطها، وتدفع الفرد لتحقيق التمييز في حقول المعرفة والدراسة. أيضا عزيز الطالب تبعد الفرد عن الواقع في المعاصي التي تسبب لها أوقات الفراغ، ونتيجة لهذا كله يعم الصلاح المجتمع، فلا جهل ولا فسوق ولا تقاعد. إذا هذه من فوائد القراءة، والإنسان القارئ يعيش عمرا معرفيا أكثر مما لا يقرأ، فمن يقرأ كتابا كأنما عاش تجربة هذا الكتاب بكل حذافيرها. لهذا فالقراءة هي مكافأة ثمينة يقدمها الإنسان لنفسه. وأمامنا عزيز الطالب هي القراءة، وهي قراءة قصيدة في معان. أمعان يا بلد الجمال ومقالة العصر الخوالي، إني جهلتك بالعيان وما جهلتك في خيالي، أفضى لي التاريخ عنك وصورتك لي الليالي، فطلعت من عهد النبوءة بالفخار والجلال،
وعلوتي كل منارة حتى بلغت أبا ظلمي. إذن عزيز الطالب، هنا هذه القصيدة التي أمامنا لقصيدة في معان، كتبها الشاعر عبد المنعم الرفاعي في إثر رحلة للأمير عبد الله الأول ابن حسين إلى مدينة معان. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعالى.